بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور أحمد حسن سليمان، مدرس قسم الأشعة التشخيصية والتدخلية في طب عين شمس. النهاردة كنا في المؤتمر في اسكندرية، مؤتمر معتادين اللي هو بيتعمل كل سنة. التوك النهاردة كان فيه جمهور كبير موجود. النهاردة كنا بنتكلم على يمكن حاجة جديدة مش كل الناس معتادة اللي هي تعرفها قوي، ألا وهي دور الأشعة التدخلية في استئصال الأورام اللي فيها الحميدة تحت توجيه أو الاسترشاد بالموجات الصوتية. هي تقنية جديدة ما بقلهاش كتير، في ناس كتيرة من المرضى ما عندهاش أي فكرة عنها. معظم السيدات لما بيبقى عندها كتل في الثدي بتبقى أكتر فاكرة اللي هي ممكن تبقى أورام خبيثة، لكن طبعا في حاجات تانية تبقى حميدة. الحميدة دي خاصة بالنسبة للسيدات في بالأخص اللي بيبقى الناس سنها صغير، أكيد ما بيبقوش حابين قوي إن يبقى فيه شكل لجرح موجود في الثدي، ودي التقنية دي تقدر تناسبهم جدا جدا جدا. إحنا بنوجه الجهاز بتاعنا للكتل اللي بتبقى موجودة الحميدة، وبنقدر إن إحنا نخش تحت توجيه الموجات الصوتية. بنقدر يعني زي ما نقول كده اللي إحنا بنشفطها، بنقصقصها كده ونشفطها جوه البروب بتاع الجهاز نفسه لغاية لما بيتم الاستئصال ليها كليا. هي حاجة أمينة جدا، بتتعمل تحت المخدر الموضعي، ما بنحتاجش خالص أي تخدير كلي. القصة بتبقى ما بتاخدش أكتر من 5 لـ10 دقايق، والمريض يعني كل العيانين اللي عرفوا التقنية دي وجربوها كلهم كانوا مبسوطين جدا جدا بتعامل معاها. يمكن في ناس كتيرة ما تعرفش عنها، لكن إن شاء الله بإذن الله تبقى أكثر انتشار في المرحلة الجاية. بس ودي كانت التوك بتاعتنا النهاردة، كان عندنا في مؤتمر في الإسكندرية.